في ذلك الليلة في ليلة 9/4/9/10/4 طبعا لزمنا مناوبات حتى نحمي المستشفى من العصابات اللي انتشرت في تلك المناطق وخربت الكثير من المستشفيات اللي كانت جوار مستشفى الواسطي، طبعا منها مستشفى الأولمبي أو ما يسمى مستشفى الحيدري اللي كان موجود قريب من عندنا، وكان هناك مركز الدكتور كمال السامرائي للخصوبة أيضا تم تدميره، وسمعنا أنه دمرت في ذلك الوقت مستشفى الكندي أيضا تعرضت إلى سلب ومستشفى اليرموك. يوم 10/4 دخلت القوات الأمريكية إلى مستشفانا حتى تحميها، وسبب حمايتهم لمستشفانا دونا عن بقية المؤسسات الأخرى أنه كان عندنا هذا الصحفي البريطاني بول باسكال من وكالة رويترز، فعن طريق أصدقائه اتصلوا بالقائد الأمريكي المسؤول عن منطقتنا، وبعث فرقة من الجنود اللي يعني حاوطت المستشفى وحمت المستشفى من العصابات. فأيضا كانت هذه واحدة من الذكريات اللي ما راح أنساها أبدا في حياتي. يعني أنت ده تتوقع احتلال يحتل بلدك ويحتل مدينتك، وبالتالي هذا المحتل يصير هو الحامي للمستشفى اللي أنت ده تعمل بيها، فكأنه الموازين كلها انقلبت. لكن مثل ما قلت لم يحموا مستشفانا على من أجل مرضانا أو من أجلنا إحنا، بس من أجل هذا الشخص البريطاني الجنسية. ويعني بعد ذلك تم مثل ما قلت نقل هذا الصحفي خارج مستشفانا، لكن القوات الأمريكية بقت فترة أطول في مستشفانا، وكان بعض الأطباء الأمريكان أو الجراحين الأمريكان العاملين مع الجيش دخلوا مع جراحينا في غرفة العمليات واشتغلوا وعالجوا الجرحى العراقيين في تلك الفترة أيضا. بس بقوا طبعا بقوا يعني محتلين، وبقى الكثير من العراقيين ما يحب التكلم معهم أو يعني أنه يتعامل وياهم. وطبعا أيضا ما ننسى أبدا أنه القوات الأمريكية في تلك الفترة يوم 9/4/10/4 والأيام اللي صارت من بعدها ما كان عندها أي أوامر أنه توقف عمليات السلب والنهب، وإنما كانوا مجرد يتفرجون على هاي العصابات تعيث بالأرض فسادا، وتعرض المتحف العراقي أيضا للتخريب والسرقة بينما كان الجنود الأمريكان يتفرجون. وبعد ذلك جتيلهم الأوامر، بعد ذلك بأسبوع أو أكثر جتيلهم الأوامر أنه يوقفون هذه العمليات، بس بعد أن تم تدمير وخراب معظم المؤسسات ومعظم المستشفيات. فهذه هي يعني المذكرات مالتي خلال أيام الحرب عام 2003. أتمنى أنه يعني ما تكون ضايقتكم بتفاصيلها، بس مثل ما قلت أنا أشوف أنه من المهم جدا أنه نتكلم ونستذكر هذه الأحداث للتاريخ أولا، وثانيا على مود نتعلم منها دروس تفيدنا بحاضرنا ومستقبلنا. أتمنى يا رب السلام يعم على جميع البلدان العربية والإسلامية وعلى العالم كافة. الحروب والقتل والقتال ما بي أي فائز، دائما الحروب يكون الكل بيها خسران، وأتمنى الله سبحانه وتعالى يجنبكم كل سوء وكل شر. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر قريبا، وحتى نلتقي مرة ثانية أترككم في أمان الله وحفظه. أخوكم ياسر حميد.